المعلمين والمدرسين، ممثل نقابة المعلمين رصافة الأولى، باسم المتظاهرين، باسم ثورة الشعب، باسم ثورة الشباب، نبدي احنا ونستنكر من هذه الوقفة، من هذه الساحة، من هذا المكان اللي سالت به دماء الشهداء، دماء أولادنا وشبابنا. يا الله بإذنك أنت الواحد الأحد يا رب العالمين، إن شاء الله تكون هذا المكان تحقيق مطالبنا المسلوبة، مطالب الجماهير، مطالب الشباب. نشوف حقوق الطالب مسلوبة، حقوق الموظف مسلوبة، حقوق المواطنين كلها مسلوبة. بلدنا بلد الخير، بلد الثمرات، بلد الرافدين، أنهاره وثمراته محتليها كل أعداء الدول. يا الله بإذنك أنت الواحد الأحد إن شاء الله نحقق إحنا مطالبنا من هذه الأرض. نشكركم، نشكر قناتكم إن شاء الله. قال واجب احنا نقوم تجاههم، تجاه هاي التضحيات اللي صارت لخاطرنا، لخاطر شعبنا، لخاطر اطفالنا. احنا دا نظاهر لخاطر الشعب، خاطر نريد وطن، كل شيء ما نريد، نريد وطن، نريد وطن، نريد وطن، نريد وطن بمدرسه، برحله، بصف. مو 80 طالب بمدرسه وتقول لك التربيه مسويه، شو مسويه؟ كل شيء ما مسوي. احنا دوله كل شيء ما مسوي. اقل ما بيها احنا نطلع نظاهر وياهم، نوقف وياهم. هذا اقل ما يعني، هذا كلش قليل اللي نسوي بحقهم. لو بيدينا نسوي اكثر، لو نقدر نطلع. احنا معروفين بالغيره، هاي اقل شيء عندنا. وما حد راضي، ما حد راضي. ليش تطلع؟ شلون ما يطلع؟ شلون ما يحتاج؟ احتاج. ما اخلي ابني يروح مدرسه، ليش ما اخلي؟ وخلي تفوته سنه، وخلي تفوته سنتين، ما دام راح يصير له مستقبل. احسن ما يداوم له 20 سنه وهو لا وراه تعيين ولا وراه. كل شيء ما نحصل، كل شيء ما نحصل. دوله كل شيء ما نحصل منها. قلنا باكر يصير احسن، وعقبه يصير احسن، ما قاعد يصير احسن. نوقف وياهم، خاطر دم الشهداء اللي راحت ناخذه لهم، نوقف وياهم لخاطرهم، خاطرهم نوقف. تضامنا مع الشعب العراقي وشبابه الذين يقتلون يوم بعد يوم وتسال دماءهم هنا بلا ضمير وبلا حرص، لنقول للفاسد ارحل وكفى، وحقنا لدماء شبابنا. هنا ورودا قطفت، وهنا ورودا ذبلت بسبب فسادهم وبسبب تبعيتهم، وهم يقادون من الخارج ومن خلف الحدود. نقول لهم ارجعوا من حيث اتيتم. سيقود العراق ابناءه البرره، ابناءه المثقفين، ابناءه المخلصين الذين يقدمون دماءهم يوما بعد يوم ليستقل بلدا حرا ابيا قائما. ومجيئنا هنا ايضا لنقف ولنهز عروش الظالمين في الخضراء، بل هي غبراء، بل هي حمراء بالدماء التي سقطت من شبابنا البررة. ويوما بعد يوم تسقط تلك الدماء بلا ضمير وبلا رقيب. فإلى هنا هذه وقفة، وقد تتصاعد يوما بعد آخر ضد هذا الفساد. ونسأل الله أن يفرج عن عراقنا، ونسأل الله أن يلم شملنا ويبعد عنا شبح الغربان التي جاءت من الخارج بإذنه تعالى. منذ اليوم الأول للتظاهرات ارتأت نقابة المعلمين مع الوقوف مع المطالبين بالمظاهرات السلمية، ونحن سلميون معهم ونتضامن. طلعنا احنا نحن كمعلمين، كمدراء مدارس، بالنسبة احنا كمعلمين يعني ما عندنا أي شيء صالح شخصنا، نفسنا الشخصية. عندنا الأبنية المدرسية تهدمت، الأبنية المدرسية تهدمت، نقص في الكتب المدرسية، نقص في الأبنية المدرسية، الدوام ثلاثي. فنحن تضامن مع أبنائنا الطلبة. Hey, hey, hey.
كنقابة وكهيئة تدريسية اجينا نصرة لشهدائنا الأبطال وزيادة لزخم الأبطال المتظاهرين، وإن شاء الله النصر بإذن الله. هذا أقل واجب لدبائنا شهدائنا الأبرار. جينا اليوم هنا حتى نقول لهم إحنا وياكم، المعلم ما يمكن من اللي يكون مع صوت الحق ضد الفاسدين، نعلم أبنائنا حب الوطن، لازم نقدم إثبات. هاي وقفتنا أكبر دليل إنه طالبنا هنا وأولادنا هنا لازم نقف وياهم إلى آخر شيء، إلى إن شاء الله تحقيق النصر ونخلصنا الله من كل الفاسد. لحد الآن النقابة ما مطية أضراب عن الدوام فقط التظاهر، لكن هو بطبيعة الحال كيف أنا أتظاهر يعني منو راح يدرس مثلا؟ أي لأن هذا التصريح ما مفهوم أبدا. احنا لو نكون واقعيين ونكون شجعان ونقول كلمة الحق، احنا هنا نضرب على الدوام ونتظاهر، وإلا كيف ممكن أنا أتظاهر وطالبي من راح يدرسه مثلا؟ هذه إرادة شعب شباب على مود هالكتل هذا، كافي فساد واموال، اطلعوا ماكو داعي، ماكو داعي بعد إعادة نفس الأشخاص وينعادون علينا. تغيير شامل نريد، تغيير شامل وكامل، ماكو أي حالة من الإعادة والفر والهذا. هاي إرادة شعب كامل متأذي 15 سنة 17 سنة صارنا كل شو ماكو. هاي العالم كله الشباب بطالع إلا من هالدماء هذا والشعب، حرام عليكم. حرام، ماكو داعي. هذا الشعب ما يريدك، هذا الشعب ما يريدك، يا فاسد شيل ايدك، هذا الشعب ما يريدك، يا فاسد شيل ايدك، هذا الشعب ما يريدك. قرارك يا شعب والمرجعية، هذا قرارك يا شعب والمرجعية، شارع طلع كلهم حرامية، هذا قرارك يا شعب والمرجعية، شارع طلع كلهم حرامية، هاي وقفة الشعب عمي، وقفة الشعب، الشعب مظلوم من قبل هاي الرئاسات اللي صالها 16 سنة اللي كشو ما قبضنا من عدها. شبابنا متبهذل، احنا متبهذلين، وطن ماكو، وطن ماكو عندنا بالعراق، ماكو عندنا وطن. العالم يجيد وطن لا حصة لا احترام لا تقدير، يعني احنا ابتلينا بلوى. احنا ريت هاي الحكومة كلها تنزاح، ريت حكومة ديمقراطية وطنية. فاحنا الشعب اليوم نقابة المعلمين عقد رأي بان هاي الحكومة ما تبقى، تتبدل غير حكومة، وحتى الدستور يتبدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قطاع المعلمين هو يمثل شريحه كبيره في البلد، ويهتم بشريحه اكبر ملايين الطلاب، واحنا هاي وقفتنا الاحتجاجيه لمصلحه هؤلاء الطلاب، لمستقبل هؤلاء الطلاب. وشعاراتنا جاي تشوفونها شعارات عامه وليس خاصه، لانه التعليم انحدر انحدار كبير جدا، انحدار كبير جدا بسبب السياسات التربويه الفاشله. طلع
طلعنا اليوم طبعا ويا نقابة المعلمين على مود هاي نساعد اخوانا المتظاهرين، لان كافي تعبنا هواية قمعة متظاهرين، هواية راحوا شهداء، جينا نساندهم وان شاء الله نبقى الى اخر يوم الى ان نتخلص من ذول الفاسدين اللي ضموا العراق 16 سنة، كل شيء ما شفنا من عندهم، كل شيء قتل نهب فساد كل شيء راح من عندهم، وان شاء الله نصل للعراق وللعراقيين ومنصورين ان شاء الله. كصفة يعني كمعلمين ومدرسين اجينا ويا نقابة المعلمين نساند المتظاهرين واللي معتصمين اللي بساحة التحرير واللي بحديقة الأمة، واحنا وياهم واحنا كل مطالبنا اللي نريدها انه لازم الفساد نقضى عليه والأحزاب نقضى عليها، لأن تفتشت بدوائر الدولة يعني بشكل مو طبيعي، هذا احنا اللي نريده، هذا اهم شيء عندنا، انه لا احزاب لا تدخلات خارجيه من قبل ايران واعوانها. باسمي وباسم الكوادر التدريسيه والتعليميه بالعراق وخصوصا مدينه الصدر جئنا نثمن مواقف المتظاهرين البطوليه المطالبه بالحقوق المسلوبه من قبل السياسيين الفاسدين، كذلك نطالب بالغاء قانون 2016 بالعفو العام عن بعض الفاسدين، أهم نقطة طالعين بيها. متنا بعد تطلبونا، اولادنا تبهذلت، اولادنا تهجولت، كليتها سافرت، خريج ابني ما متعين، جاري حتى الطبيب قام ما يتعين، كافي بعد استحوا شويه، ذره خجل خلى تصير عندكم، كافي كافي كافي، كل اللي نريده وطن. اولا انه ندعو لشهدائنا بالرحمه والرضوان واللي عوائلهم بالصبر والسلوان ولجرحانا الابطال بالشفاء العاجل ان شاء الله. اما انه دورنا كمعلمين اليوم ها هنا ونقف وقفه اجلال واكرام، لا نريد انه التاريخ كما يقولون ان يسجلها، لا نريد هذا التسجيل عند الله سبحانه وتعالى، فهي وقفه ضد اولا ما حدث في العراق على يد أكبر طغمة فاسدة خلال هذه الـ16 سنة. هذه وقفتنا هنا ضد الفساد الذي ضيع مستقبل طلابنا وأبنائنا. رسالة موجهة إلى السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات الأستاذ عادل عبد المهدي. الباحة طلع لقاء واجتمع مع أحد لجميع الخاصين به من مكتب الوزراء والبرلمان، ويقول قوات التحالف من دخلت إلى العراق 25 متر بينها وبين المواطن. قوات التحالف اللي جابتكم قوات محتلة احتلت العراق واتجهتوا معها على ظهر الدبابة، جاب اللي داسة المندسين تحرق وتخرق على مود دي المسار المظاهرات السلمية، فعليك قوات الأمنية التابع المندسين من الأحزاب اللي جايين يديرون مسار. ويقول لك ليش تطلع مثل المظاهرات؟ اين من اطلع؟ اطلع من تونس؟ انا اطلع الخاطر ذا طلابي. انا ما عندي مشكله، بس طلابي شلون خطيب؟ ساكين.
ويقول لك ليش تعوفهم؟ ويا انا عارفهم هم اصلا حاله مزريه متعبه، ما عايشين حياه صحيحه، مساكين. بيت واحد مسؤول، بيت واحد والله عاد الا خمس مدارس يسوي بيها، واذا مو عشره ما فكروا بها. الله ما انا لله وانا اليه، الله ينتقم للظالمين. بعد اسقاط حكومه عادل عبد المهدي اعدام جميع الارهابيين بالسجون العراقيه، هذا مطلبنا. السلام عليكم، احنا اليوم طلعنا نأيد التظاهرات اللي موجوده هنا والشباب اللي سقطت وراحت دمها هدف في سبيل اولادنا. الفاسد يطلع برا، والفاسد يطلع برا، والفاسد يطلع برا. شلع في هذه الساعة.